الكاف مشيدا بحفل قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، قال إن هي كانت ليلة رائعة. ده كان تويتة أعرب بيها موقع الكاف عن سعادته بحفل قرعة أمم أفريقيا. ما شاء الله، يعني احنا ماشيين كويس قوي في الحتة دي، ويا رب دايما كده نشوف مصر بتنظم على احسن ما يكون، ويكون التنظيم اللي بعدنا يعني الناس تقول طب احنا هنعمل ايه بعد مصر، زي ما سمعنا قبل كده لما نظمنا بطولة أمم أفريقيا اللي كانت برضو فيها حاجة يعني إبهار للناس كلها.